والمعتصم بالله البؤزاوي. الطاقات المتجددة تحديات والفرص لتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شعار هذا المؤتمر الذي يحاول وضع الإمكانيات التي تتوفر عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة تحت المجهر، إدماج الطاقات البديلة في السياسات القطاعية وتعزيز التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة محاور أساسية لهذه الدورة. والهدف من هذا المؤتمر يعني اللي غادي يكون يومين اليوم وغدا إن شاء الله هو تبادل الآراء والتجارب في ميدان الطاقات المتجددة، ويعني تحديد استراتيجيات جديدة وأفق للتعاون ما بين دول المغرب العربي ودول الخليج ودول أوروبا، ولا في التكوين في ميدان الصناعي. تعاون وثيق بين المغرب والحكومة الألمانية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية انطلق منذ سنوات جعل المغرب يراكم تجربة رائدة في المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا اللقاء جد مهم، خاصة وأنه يجمع مؤتمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاتحاد الأوروبي. قاسمهم المشترك تسلط الضوء على موضوع الطاقة المتجددة، وللمغرب تجربة رائدة في هذا المجال. مهم نتعرف على التطورات، خاصة وأن هناك وجود كبير من الجانب الألماني في التنظيم وفي الإعداد، وألمانيا غني عن التعريف تقدمها في موضوع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، المؤتمر هو تجمع للخبراء والمهتمين بالموضوع من كافة المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. يشار إلى أن المغرب الذي يتوفر على مؤهلات مهمة في مجال الطاقات المتجددة يسعى إلى الرفع من مساهمة هذه الأخيرة بنسبة 42% من القدرة الكهربائية في أفق سنة 2020 بالارتكاز على المشروع الريحي الذي انطلق سنة 2010 والمخطط الشمسي المغربي.